خلينا خلصنا فقرتنا الأولى، فقرة حائط صد، ولكن في كلام مهم جدا على أحد الإعلاميين المهنيين أو المفروض، وبيشتغل في قناة محايدة مش في قناة فئوية، فمن المفترض أن يكون كلامه بالمسطرة. خلاص؟ عموما هنتكلم ولكن بإيه؟ بالعقل. الحقيقة لازم أتكلم مع حضراتكم بالعقل، لأنه اللي بيحصل في يومين الأجازة أو أجازة نهاية الأسبوع بلاقي حاجات كتير غريبة جدا بتتقال في بعض البرامج اللي من المفترض إن هي برامج محايدة وعلى قناة محايدة. هتقولي يا عم أنت هتحجر على رأي الناس. أنا لا أحجر على رأي الناس، ولكن لو أنا قلت على أحد النجوم الكبيرة جدا اللي عنده 37 سنة ولا 38 سنة في أحد الـ الأندية، طالما قلت عليه إن هو العمر ده ما هو إلا مجرد رقم، العمر ده ما هو إلا مجرد رقم، طالما قلت كده يبقى لازم ده لو حصل إن النادي الأهلي جاب صفقة واحد عنده 33 34 35 معرفش، يعني معرفش ايه الكلام اللي بيدور في هذا الأمر، ولكن لو ده حصل يعني يبقى لازم لو تعمل هنا كده أو قلت على النادي اللي لابس أبيض أو أصفر أو أخضر أو زي ما أنت عايز، لازم تقول على النادي الأهلي نفس الكلام. وأنت بتقدم برنامج في قناة محايدة ما ينفعش انتمائك يغلب عليك. على فكرة ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة إن أنا ما كنتش بشجع النادي الأهلي، ولكن يجب أن تكون هناك مهنية ومصداقية بالنسبة لك لدى الجمهور. وجهة نظري طبعا، أنا ما بحجرش على حد، اللي عايز يقول حاجة يقولها، لأنه زي ما قلت لكم أنا سمعت إن أحد البرامج، هو أحد مقدمي البرامج، وهو بيتكلم عن لاعب وبيقول رأيه فيه، بيقول لك إيه، إن هو هذا اللاعب مش هيجيب التايهة للنادي الأهلي يعني، وانه لعيب سنه كبير، وكلام يصنف تحت بند الرأي، حقه. ولكن عندما تنظر الى نفس الشكل ونفس الامر على نادي بيلبس فانيلا مختلفه، تجد ان العمر ما هو الا مجرد رقم. لكن في النادي الاهلي هو يعني هو هيجيب التايهه؟ اه والله العظيم ده رأي من وجهة نظري تحت دوافع الانتماء لأندية منافسة للنادي الأهلي، لأنه في الآخر زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للعيبة تانية داخلين على الأربعين مثلا يقول لك العمر ما هو إلا مجرد رقم. طب أصدقك في أنهي موقف وأنهي رأي فيهم؟ بالعقل كده أنت مش أي حد من حقه يقيم أو يبدي الرأي. أنت ممكن تستعرض خبر مفروض يعني أن البرنامج بتاعه كده يعني، لأنه ممكن جدا البرنامج يفقد مصداقيته. واللي أنا عارفه أن أنت في قناة كبيرة ومحترمة وواحدة من القنوات الكبيرة جدا. وجهة نظري أيضا أن أنت كان لازم تحكم عقلك وتراجع مواقفك السابقة في أندية أخرى أو في الكلام على لاعبين في أندية أخرى. من العقل كده أي صفقة بتكون اختيار المدير الفني، لأن هو اللي عارف الأدوار اللي مطلوبة من الصفقة دي. لازم نكون موضوعيين في التناول الإعلامي. وبالمناسبة ما عنديش مشكلة أن أنت تقول أن اللاعب ده عنده 100 سنة مثلا، ولكن لماذا لا ننتظر ماذا سيحدث في الملعب إذا كان هناك صفقة بهذا الشكل وبهذا الأمر؟ في الإعلام طالما انت في قناه محايده، بعيدا عن اي قناه فئويه يعني، بعيدا عن اي قناه فئويه او قناه نادي، لان قناه النادي الاهلي مثلا هنا مش هتكلم غير على الاهلي، لازم المسطره تكون واحده ويكون الكلام دايما بالعقل، مش مجرد كلام طالعين نقوله وخلاص. لانه في مثل هذه المواقف بتبان المهنيه والحياديه. مهما كان انتمائك ومهما كان حبك للنادي اللي انت بتنتمي ليه، ما عنديش اي مشكلة في هذا الامر، ولكن مشكلتي الوحيدة هي هنا العمر ما هو الا مجرد رقم، لكن على النادي الاهلي مش هيجيب التايه.
هذا هو الفارق، وجهة نظر، ويعني أرجو أن محدش يزعل من هذا الكلام.